يبدو أن ما يقرب من 33 دولة ستشابه معضلة كبرى تتعلق بنقص حاد في التزود بالمياه بحلول العام 2040. ذلك ما أبان عنه تقرير صادر عن المعهد العالمي للموارد المائية بأمريكا، واستند التقرير إلى معايير عالمية ترتبط أساسا بالجوانب المناخية فضلا عن المناحي الاجتماعية والاقتصادية. أما الدول المشمولة بالخطر الداهم الذي يواجهها مستقبلا فهي دول تقع في منطقة الشرق الأوسط، نذكر في هذا الصدد البحرين، الكويت، فلسطين، قطر، الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ولبنان. المنطقة برمتها تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية وعلى تحلية مياه البحر، غير أن بعض الدول قد تحتاج إلى الابتعاد عن إنتاج موادها الغذائية الخاصة بها وبنفسها، وذلك إلى الحد من استهلاك المياه. فالمملكة العربية السعودية تقول إنها ستعتمد ابتداء من 2016 على استيراد الحبوب من الخارج للحد من استخدام المياه التي يتطلبها إنتاج الحبوب عموما في حال زراعته بالمملكة. ويعتبر الماء محورا أساسيا في قلب الصراع القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أما بالنسبة لسوريا فيعتقد الخبراء أن شح التزود بالمياه ونقصها المتزايد أسهم على الأرجح في إذكاء الاضطرابات والحرب. حان الأوان لأن تتوقف أطراف النزاع عن مهاجمة أنظمة التزود بالمياه أو استخدام الحصول على المياه بمنزلة تكتيك لإضعاف الخصم أو تعزيز قوة طرفين أثناء المفاوضات. المياه ينبغي أن تكون في متناول الجميع. الخبراء يشددون على أن ثمة حاجة ماسة لاتفاق دولي بناء للمساعدة على توفير الحماية للموارد المائية خلال السنوات المقبلة.